مستغلين التسهيلات المقدمة في بوابة استثمر بسهولة، وزارة التجارة تكشف عن شهادات بنكية مزورة في البوابة وتحيل عدداً من الشركات للتحقيق. وزارة التربية والتعليم تؤكد أن فرص نقل المعلمين إلى محافظات سكناهم يتم بموجب الضوابط المحددة ووجود الشواغر أو الحاجة. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة القتل الواقعة بحي عاصم بولاية بركة الخميس الفائت، بعد قيام المجني باقتحام منزل المجني عليه ليلاً وقتله ودفنه بالقرب من شاطئ البحر في المنطقة. لمزيد من الأخبار تابعونا على إنستغرام وسناب شات، تويتر وفيسبوك.